السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الزلف اللون. تقدم مجلس الأمة عشية إحياء اليوم الوطني للصحافة بتهانيه إلى منتسبي أسرة الإعلام، متمنيا لهم مزيدا من التألق في أداء مهامهم النبيلة بما يعزز حرية التعبير في الجزائر. وجاء في هذا البيان أنه بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف 22 أكتوبر من كل سنة، أعرب مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح جوجيل رئيس المجلس عن تمنياته للصحفيين والإعلاميين بالمزيد من التألق والنجاح الدائم في أداء مهامهم النبيلة بما يعزز حرية التعبير والرأي والصحافة في بلادنا ويدعم مناعتنا المجتمعية والمؤسساتية ويكرس التعبير المسؤول في جميع مجالته في خدمة الجزائر الجديدة التي يرصد دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وبعد أن توجه بأصدق وأخلص التهاني إلى أسرة الصحافة والإعلام بكل أصنافها، لم يفت مكتب مجلس الأمة المناسبة للانحناء أمام أرواح شهداء المهنة. كلام جميل لا يعبر عن واقع تعيشه الأسرة الإعلامية الحرة والصحفيون الذين يمارسون مهنتهم باحترافية. هل بيان مجلس الأمة رصد التجاوزات التي تطال الصحفيون والمدونين الذين ذنبهم الوحيد هو المهنية والاحترافية لا غير؟ مواقع إلكترونية أغلقت، جرائد هددت بالغلق، وصحفيون سجنوا، ومنهم خالد ضررني، سعيد بودور، كنزة خاطو، رابح كراش، حسن بوراز، مسعود جناح، قاضي إحسان، محمد ملوج، عبد الكريم زغيلش، علي جمال، منصف أيت قاضي، منجي خلادي، مصطفى بن جامع، والقائمة طويلة. هؤلاء ناضلوا من أجل حرية التعبير، والصحافة بالنسبة لهم ليست جريمة، لكن السلطة دوما تنتصر لرأيها الأحادي ثم تجعل من 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة. من الأقوال المأثورة عن جيفرسون، وأفتح القوس: لو خيرت بين إعلام حر بلا دولة ودولة بلا إعلام حر لرجحت الاختيار الأول، لأن الإعلام الحر هو أساس الدولة، لأن المواطنين إذا لم يعبروا عن آرائهم فما معنى الحياة؟ وكيف يقول حاكم أنه يعبر عن رغبة المحكومين ويحكم باسم الشعب وهو يرفض أن يستمع إلى أصواتهم وأفكارهم؟ وهذا تناقض كبير يطال شرعية الحكم. كيف نقيم مشاهدين مسيرة الصحافة في الجزائر؟ وهل يمكن أن نقول إنها حرة كما تدعي السلطات وخصصت لها يوما وطنيا؟ وماذا يعني التضييق بل سجن العشرات من الصحفيين منذ انطلاق الحراك السلمي؟ عن أي صحافة حرة يتحدثون؟ نشاهد هذا الفيديو ثم نعم.
الجمعة 140 من الحراك عن أي صحافة حرة تتحدث السلطة، عنوان حصتنا هذه في التغطية اليوم الجمعة لقناة المغاربية. يعني سيكون نقاش مع الضيوف حول الموضوع، حول صحافة، يعني حرية الصحافة في بلادنا. وأيضا الشطر الثاني من هذه الحصة سنفتح الخطوط كيوم جمعة، ونرحب يعني اتصالاتكم حول الموضوع الذي نتكلم عليه. يكون معنا اليوم في هذه الحصة إسماعيل بوفليح، صحفي من الجزائر، دكتور ميلود مبخوث، أستاذ جامعي من تلمسان، وعبد القادر غازي، ناشط حقوقي من بشار. ونذهب بدون إطالة إلى إسماعيل بوفليح اللي راه معنا، صحفي من الجزائر. إسماعيل بوفليح، مرحبا بك، شكرا لقبول الدعوة، أهلا بك أخي. أهلا، السلام عليكم أخ ناصر وكل مشاهدي قناة المغاربية. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. إسماعيل بوفليح، يعني كيف ممكن تقييم هذا اليوم؟ سمعنا يعني بيان مجلس الأمة، بيان يعني فيه كلام جميل عن حرية التعبير والصحافة في الجزائر، ولكن هل هذا يعكس الواقع الذي يعيشه الصحفيون أو الإعلام في الجزائر؟ طبعا يكثر الكلام حول حرية الصحافة في الجزائر، دوما نتحدث على موضوع حرية الإعلام في الجزائر. أعتقد أنه فقط شعار يحمل وليس فقط لا يتواجد تماما في الواقع. يعني لو نتحدث عن الواقع العكس تماما، نحن نشاهد يوميا يعني سواء صحفيين وحتى نشطاء وغيرهم يتم قمع أصواتهم دوما، يعني خلال المنابر، يعني منابر الصحفية في الجزائر، مؤسسة الإعلامية سواء المكتوبة، القنوات التلفزيونية وحتى الإذاعية. طبعا كل هذه الوسائط يعني ليست منبر لكل رأي، بل منبر لرأي واحد فقط. طبعا هنا أنا أتحدث من زاوية أخرى أخ ناصر، ممكن لو تسمح لي أنا أتحدث من زاوية أخرى تماما عكس ما يروج أن يعني نتحدث فقط على السلطة. يعني السلطة نحمل دوما السلطة المسؤولية، أكيد أن السلطة تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع، لكن أين هم ملاك القنوات؟ أنا دوما وأنا عملت في قنوات تلفزيونية، كل ما يأتي التضييق يأتي من قبل ملاك القنوات بأنفسهم، من قبل يعني المسؤولين على مستوى هذه القنوات و الجرائد، حتى الجرائد طبعا كلهم يصادرون حرية الإعلام، هم الأول والحاجز الأول أمام الصحفي لممكن يعني في نضاله نحو حرية الإعلام، في حديثه حول حرية الصحافة، في حديثه أو في استقباله لمختلف الرؤى. شاهد يعني حتى أنا مشرف، كنت مشرف في قناة تلفزيونية وكنت أنشط حس، تعرضت للتضييق ليس من قبل السلطة، يعني تماما أنا أعلم ما أقوله، أؤكد أن الموضوع لا علاقة له بالسلطة تماما، بل متعلق بمالك المؤسسة الإعلامية التي كنت أشغل بها. يعني هو الذي كان قد منع وقام ب يعني عدم بث حصتي حسب رأيه، ويقول أنه فيه تعريض، ممكن تعريض القناة لعقوبات. هذا ما يسمى إسماعيل، اسمح لي إسماعيل بوفليح، يعني هذا ما يسمى باللغة الفرنسية يعني لوتوسنسور. ولكن نعم، ولكن سي إسماعيل، ممكن كما قلت أنت، يا ممكن يعني مالك هذه القناة ولا مالك الوسيلة الإعلامية عليه ضغوطات أيضا. يعني لا نتحدث يعني من الجانب ما رأيته بعيني، لا شيء آخر ما خفي لا أعلم به. يعني إذا كان هناك تضييقات يتعرض له هذا الملك، لكن أنا بعلاقتي، بحكم علاقتي الودية بيني وبين مالك هذا القناة، أعرفه جيدا وممكن أتحدث معه يوميا في هوامش، في يعني مواضيع جانبية. أعتقد أنه لم يتعرض للتضييق في قضية مثل، لأنه أعتقد أنه في الحصة التي منع بثها لم يعني ليست لها علاقة
بالحراك ولا علاقة لها بالسلطة، يعني موضوع مغاير تماما. أنا لما تحدث على حرية الإعلام أخ ناصر نتحدث على كل مواضيع، يعني ليس فقط أنه حرية الإعلام مصادرة أو يعني مضيقة فقط من جانب أنه المعارضة لا تملك منابر، ليس فقط من هذا الجانب، بل كل أعتقد أنه كثير من المواضيع التي تشغل ممكن المجتمع، كل المواضيع التي تشغل المواطن الجزائري يعني فيها تضييق كثير، حتى لنوصل المساجد، حتى نوصل يعني للمساجد التي يعني تقام فيها خطب مثلا الجمعة، حتى في هذا الجانب تضييق حتى في مواضيع التي تكتب والمواضيع التي تخطب فيها إلى المصلين. يعني تحدثوا من جانب كثير من المواضيع ليس فقط من جانب المعارضة، لهذا قلت لك أنه يعني الجزائري اليوم يعني لا يملك حرية ولا يملك حق في التعبير عن رأيه في منبر من منبر، بداية من المالك القناة الذي هو بالأساس يقوم بالتضييق، ثم أكيد أن السلطة وضعت حدود حمراء وخطوط حمراء كثيرة جدا لا يمكن أن يتجاوزها. هذا مشكل أيضا تحدثنا عليه أمس، استدعيت لحضور يعني ندوة في خصوص هذا الموضوع، يعني في خلال هامش يعني في خلال مداخلتي تحدثت وقلت أنه يعني إذا يمكن أن نتحدث أو نرد ممكن الهجمات التي والمؤامرة الخارجية التي نتحدث عنها من قبل أعدائنا في الخارج، سواء حسب ما يتحدث عنه المغرب وإسرائيل، يمكن أن ترد على هذه الهجومات التي يعني تضرب يوميا من قبل هؤلاء بحرية بإعلام مصادرة هنا في البلد، كيف يعني لنشطاء جزائريون ممنوعون من الحديث هنا؟ أكيد أنه راح يلجأ لمنبر أجنبي لمنبر خارجي يتحدث فيه، والمنبر الخارجي أكيد عنده مقوله أجنداته، عنده يعني أغراض ممكن يستعملها في خلالها استضافته لهذا المعارض. فلهذا يعني نتحدث يعني هذا الموضوع أنه لا يمكن أن الذهاب نحو جزائر جديدة بدون حرية الإعلام. نعم، يعني البيان ذكر يعني الجزائر الجديدة، قال أن هذا الإعلام يعني له حرية في خدمة الجزائر الجديدة التي يرسى دعائمها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون. أنت كيفاش راك تشوف إسماعيل بوفليح؟ يعني هل هذه الحرية يعني حرية التعبير ولا حرية الصحافة تراجعت منذ بداية الحراك؟ أكيد لا يعني في عودتك للنقطة أنه الجزائر الجديدة وكذا وكذا، يعني هذا الخطاب الذي دوما يستعمل حرية الصحافة، يعني كيف نتحدث عن حرية الصحافة وأغلب الآراء مصادرة ولا يمكن أن تقبل، يعني حتى متابعات قضائية بسبب رأي، يعني كيفاش تحدثوا على حرية التعبير ولا حرية الصحافة في هذا الجانب؟ أعتقد أنه لا يمكن أن تحدثوا على جزائر جديدة بالإقصاء بهذا الإقصاء الممارس على الجزائريين. الجزائريون بمختلف توجهاتهم، الجزائريون بمختلف أفكارهم، يعني يبقى جزائري، يبقى أنه يحب بلده يعني بطريقته، قد عنده رأي مخالف في 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 يعني في في ناحية في المواضيع السياسية مثلا، عنده رأي مخالف ويجب أن يحترم، بل يجب ليس فقط أن يحترم بل يجب أن تمنح له وسيلة لممكن أن يعبر عن رأيه، يعني هذه هي حرية التعبير. أما أنما نتحدث على ما فقط رأي آخر موجه دوما نتحدث عليه وإقصاء تماما لكل الرؤى الأخرى، أعتقد أن البيانات هذه اللي تقوم بها هذه المؤسسات يعني جوفاء وما عندها حتى معنى، يعني شخصيا احنا نروح للواقع ما نتحدثش على المواقع وما يتحدثون عنه، وهذا هو الواقع اسماعيل، يعني تراك تتكلم عن الواقع وهذا الواقع راهو يتكلم بنفسه كما نقولوا احنا، عندما نشاهد يعني التضييق حتى الاعتقالات والسجن، يعني كان فيه صحفيين سجنوا لانهم كان يدير العمل تاعو بكل احترافيه.
نشاهد برك هذا الفيديو اسماعيل بوفليح، ومن بعد نرجع ليك. هو لإطلاق سراح الصحفي رابح كراش، يعني صحفي جريدة ليبرتي، بعد 6 أشهر يعني في الحبس. نشاهد هذا الفيديو ثم أعود إليك. صبر عليه دثرة تصير نبحنا. هذه كانت صور إطلاق سراح الصحفي رابح كراش. إسماعيل بوفليح، يعني دائما نفس السؤال يعود، يعني خاصة عندما يتعلق الأمر يعني عمل الصحفيين. رانا نتكلموا على 2021، يعني ما زال فيه تضييقات، ما زال فيه متابعات قضائية، ما زال فيه يعني صحفيين ما زالهم في السجن. يعني وعلاش يعني في 2021 ما زال هذه الممارسة؟ اولا يعني بمناسبه اطلاق سراح زميل رابح كراش، يعني انا سعيد جدا له ولعائلته، يعود يعني لعائلته بعد 6 أشهر يعني من الحبس. صعب جدا الاحساس في السجن، السجن ليس سهل، يعني الناس راح تتحدث فقط سجون، يعني السجن امر صعب جدا ان تصل الى يعني سجن شخص ليس بالامر الهين. اعتقد انه هذا الامر يعني هو أترك المجال للمسجون أن يتحدث عن هذا الموضوع. لا هو أدرى بما حدث له، وهو أدرى بما يعيشه في السجن. طبعا أمور صعبة وأمور يعني عسيرة جدا في السجن. طبعا تحدثوا على حرية الإعلام، حرية التعبير، حتى حرية التعبير هي يعني تقريبا موضوع متصل فيما بينهم، حرية الإعلام وحرية التعبير. هي حرية التعبير نحن نتفق تماما كلنا، أعتقد كل الجزائريين وأي مواطن حتى ليس فقط في الجزائر، كل العالم يتفق على مفهوم حرية التعبير. مفهوم حرية التعبير هو التعبير عن رأي مخالف يعني بكل حرية، لكن فقط بأن يتجنب السب مثلا والتجريح. هذه الأمور نحن نتفق عليها، أنه التجريح والسب لا يمكن أن يسمى حرية التعبير. يعني أعتقد أنه حتى المشاهدين يتفقوا على هذا الموضوع، لا يمكن أن نعتبر السب والتجريح حرية التعبير. نعتبر الرؤى، اختلاف الرؤى، نعتبر نظرات، وجهات نظر، هي كلها تندرج ضمن حرية التعبير. لهذا يعني يجب أن لا نخلط يعني بين الأمور. نحن لما المواطن يعني يسمع حرية التعبير يعتقد أنه هي حرية التجريح والسب الأشخاص، لا نحن نتحدث عن حرية التعبير، يعني الرؤى وجهات النظر، الأفكار، هذه هي حرية التعبير التي نتحدث عنها. أخ ناصر كما تحدث، قلت لك أنه اليوم الجزائر يعني تراجعنا للوراء في مجال حرية التعبير، هذا واضح تماما في هذه الآونة. الكل يتفق على هذا الموضوع، حتى كي الناس يعني، وأنا لا يعني ما اتفقش معهم، لكن يقول لك حتى في سنوات بوتفليقة ما كناش نعيش هذا الأمر، ولو أنه أعتقد حتى سنوات بوتفليقة كانت أيضا سنوات عسيرة جدا على حرية التعبير، وكانت حرية التعبير مصادرة تماما، وحتى شفنا صحفيين في السجون، وحتى كاين صحفي مات في السجن، محمد تمال نعم، نولوا الوراء، لكن حتى في ذلك الوقت كانت هناك مصادرة لحرية التعبير. لهذا يعني أنا نقول يعني توصية للصحفيين اليوم، حتى الصحفيين يتحملوا المسؤولية في هذا الجانب، صحفيين اللي أغلبهم أصبحوا موظفين. أنا دائما نقول أنه
لا أعتبر أن الصحفي في الجزائر يعني بمنصب صحفي، بل أعتبره موظف فقط، يعني ينتظر فقط أجرته الشهرية متى تدخل، ويهتم فقط بالجانب الاجتماعي، أما من جانب آخر المهني لا علاقة له تماما بالمهنة. وهذا للأسف الشديد، يعني يجب أن نحن كصحفيين أن نتحد ونتفق ونتوحد تماما في مواجهة وفي يعني النضال من أجل الصحافة، حتى من الجانب الاجتماعي، من جانب المهني، من كل الجوانب نناضل من أجل هذه الصحافة. لا يمكن يعني اليوم الصحفيين أنا نشوفه يعني كلهم تقريبا، حتى نقابة من ملكوهاش أخ ناصر، حتى نقابة للصحفيين بمعنى نقابة، يعني حتى بمعنى نقابة لا توجد نقابة للصحفيين في الجزائر. فلهذا من المستحيل أن نذهب ونحقق مثلا حرية الإعلام وحرية الصحافة، وحتى من الجانب الاجتماعي نحقق حقوقنا كصحفيين في الجزائر، وتمنح كل الحريات للصحفي، وحتى من الجانب الاجتماعي أيضا تمنح كل الحقوق للصحفيين يعني في ظل هذا الانشقاق الكبير بين الصحفيين والإعلاميين في الجزائر، فقط السد بينهم مؤسسة إعلامية تضرب مؤسسة إعلامية أخرى، هذا ما تشهده فقط، هذا ما يعيشه المشهد الإعلامي في الجزائر. بارك الله فيك اسماعيل بوفليح، بارك الله فيك اللي كنت معنا. اسماعيل بوفليح الصحفي كان معنا من الجزائر. دكتور ميلود مبخوث استاذ جامعي من تلمسان التحق بنا. دكتور ميلود مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوه، اهلا بك سي مولود. السلام عليكم سي نصر. عليكم السلام ورحمه الله. الشعب الجزائري، تحية الشعب الجزائري وللأحرار خاصة، شكرا للضيافة وأحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين بصفة عامة. شكرا دكتور ميلود مبخوث. دكتور ميلود مبخوث، يعني بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، يعني أنا قريت البيان مجلس الأمة، بيان جميل يعني عبارات جميلة، ولكن الواقع واقع يخالف تماما هذا البيان، الواقع الذي يعيشه الصحفيون ولا الإعلام عامة في الجزائر. كيف ممكن تقييم يعني هذا اليوم وأيضا عمل الصحفيين وحرية الصحافة في الجزائر؟ نعم، كما قلت كلام جميل، صح كما قلت نقولها دائما، مشكلتنا هو عدم قول الحقيقة. وكل واقع راه باين، ما كانش حرية التعبير، ما كان اعتقالات، واحد غير يكتب شوية في فيسبوك راه معتقل، وين كاينة؟ وين راه الحرية التعبير؟ كانت كاينة في بعد أحداث أكتوبر نوعا ما، كان شوية انفتاح، كانت صحف، تعدد الصحف، كانت حصص في التلفاز، أمام في التلفاز الوطنية تاع مراد شبين، كان شوية يعني هذا كان في 89 بعد يعني الدستور الجديد اللي كان في بعد 5 اكتوبر 88 نيشان بعد احداث اكتوبر. نعم. من بعد صرا اللي صرا، والصحافه والصحفيين كان الثمن باهظ، فقدنا رجال، فقدنا اسماعيل يفصح اللي مات ذكرى 28 من اغتياله ربي يرحمه، فقدنا مصطفى عباده، والي ناصر، طاهر جاود، كانت الثمن باهظ. والان الواقع راه يقول ما كانش حريه التعبير، احنا ماذا بينا تكون حريه، هذا عدم قول الحقيقة هو المشكل تاعنا في كل الميادين. وهذا عدم قول الحقيقة ما يجيبش الخير للبلاد، هذا هو. ما يشقاش واحد يهضر كيما قال الضيف تاعك، قال مسؤول القناة، بصح هذه مشكل التضييق، نقولوا لها في الرياضيات علاقة متعدية، دونك هذا كي اللي الفوق يضيق مسؤول القناة، مسؤول القناة يضيق الصحفيين. بصح لازم صحفيين شوية، لازم تكون كاينة الشخصية، ماشي كاع كاين اللي بلا ما يقولوا لهم ينبطحوا. يعني لازم تكون فيه جرأة، حبيت تقول دكتور ميلود. لازم تكون فيه جرأة، معليش قول الحقيقة ما يضرش، في جرأة، سيدي كاين شي صوالح باينين. ولكن سي ميلود يعني صحيح راك تقول لازم تكون فيه جرأة، ولكن الواقع ما راهوش سهل. سي ميلود أنت راك تعيش في الجزائر، والصحفي الآن لو كان يقول الحقيقة، لو كان يقول كلام ممكن ضد يعني ما يروج
حوله النظام ممكن يلقى روحه مرمي في الحباس يعني في لي تريبيونو. اتفضل كاين الناس اللي يقولوا هذا الكلام، انت واش ردك على الناس اللي يقول لك هذا؟ صحيح 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 كما قال سي اسماعيل، السجن ماشي سهل. فدير انا قلت الصحفي ماشي اللي يقول حاجه ايجابيه اللي ما تضرش، زعما في كل الميادين، ماشي ما يقول والو، يقول حاجه ويستعمل كما نقولوا السلميه والايجابيات. الغالب احنا رانا في بلاد وكما الصحفيين اللي قاعد دخلوا السجن جزائريين، وتشوف كل واحد عنده طريقه لحب الوطن. كل واحد يهضر من الهدف الاخر، الهدف تاعهم كاع الجزائريين شفتوا هدفهم تكون الجزائر بلد مزدهر وتكون فيه دوله في القانون. دونك ثاني كون ثاني واحد احسن عاون الجميع يعني استاذ حبيبة. نعم دكتور منود بخوذ، انت استاذ جامعي وحتى هذه التضييقات والاعتقالات لم تمس فقط يعني صحفيين، حتى اساتذه جامعيين. بيان سور الناس راه سي نورمال، كاين اللي عنده عائلات، كاين هذا كما الاستاذ علي ضرار، كما هذا مشاكل ما كاش هذا كان نلخصو، بغى استاذ ولا صحفي ما كاش حريه التعبير، ما كاش حريه التعبير. مش قسم نكثروا الكلام، هذا هو الواقع. واحد يقول باللي 22 اكتوبر ويحيي لا، هذا نسموه تناقض مع الواقع، ما كانش حريه التعبير. والله غالب وراها ماشيه كيما هكا ونطلبوا الخير و هما ديزيكيليبري. نعم يعني استاذ ميلود مبخوث، هما راهم يقولوا يعني ما كاش صحفي اللي راهو مسجون ولا متابع قضائيا على ما يكتبه ولا ارائه السياسيه. يعني عندما تسمع هذا الكلام يعني تاع المسؤولين والواقع اللي رانا نشوفه يعني بعيوننا وربما يشوفوه كل الجزائريين، السؤال اللي انت طرحوه يعني الناس هذو وين راهي تعيش؟ يعني الان العالم تبدل، فيها التواصل الاجتماعي لي ريزو سوسيو، يعني حتى المعلومه ما تجيش يعني في الوسائل كما نقولوا يعني الكبيره ولا الاعلاميه الكبيره، راهي تخرج في لي ريزو سوسيو. لا بيان سور هنا راه التكنولوجيا راه صدير من تسمع كلام ما كاش تضييقات كما نقولوا بالعاميه تصوتي ولا تتقرمل ما تفهمش كيفاش الواقع راه باين، كل شيء باين وتقول ما كاش تضييقات. صافي دير احنا الجزائريين ما راناش عايشين في اون في با دو لا ميم بلانيت، هذا هو دونك سي اون كونتراديكسيون امبوسيبل، صدير انكومبريونسيبل. وانت في رايك استاذ ميلود مبخوث يعني وعلاش هذا التضييق وعلاش هذه الاعتقالات؟ هل يعني السبب هو عوده الحراك ولا قوه الحراك؟ يعني واش خلى النظام يستعمل كل هذه الوسائل القمعيه يعني؟ مشكل الحراك كما قلت لك، الحراك سي اون شانس، والحراك كاع التضييقات تخص الحراكيين. داكور دونك الحراكيين راهم يقولوا الحقيقه من اجل خير الجزائر، والحراك كما قلت لها دائما اي ديرونج مش اي ديرونجي، السلميه راها ديرونجي اصحاب القرار وهذاك، هذا هو. دونك انا كيش ندير بالمنطق تاعي هذا هو، دونك مين يديرونجي الحراك وهاد الصحفيين كاع كثرتهم حراكيين وراهم يضايقوهم. كاين اعتقالات ونتمنى الاخر اصحاب القرار وما مش الشعب وهذاك، كاين بزاف اللي مأيدين هكا بلا ما يعرفوا مأيدين واش راه صاري. لازم يكون واعي ثاني تاع الشعب، الشعب بزاف كاين اللي ماش عارف، واحد يقول الحقيقه كان اون بارتي دو بوبل، الوعي راه ناقص، لازم الوعي يكون باش تتسقد هاد البلاد، باسكو ما نقدوش نقعدوا كيما هكا، رانا غير عايشين وصابرين. انت تشوف يعني هذا لا ريباريسيون هذو ولا ما يسمى باللي الكل امني لو تو ريبريسيف اللي رانا نشوفوه، هو راهو يمس كل النشطاء يعني، وانا اليوم صح انا نتكلم على الصحفيين، هل هذا يعني راهو يخوف الناس؟ يعني
ويخلي الناس تتراجع في النضال تاعها في العمل الصحفي تاعها، ولا بالعكس يعني هذا راهو يزيد يحفز الناس باش تواصل في المسيرة هذه؟ لا بالطبع هذا ما يجري خوف الناس. ما كما نقول لك الحراك غرب، كان واحد لونوايو، كان وايو مازال ما محفز، مازال مأمن، مازال مأمن بهذا النضال، وكان كل حقيقة كان يسمحوا، كان بارك اللي كانوا سامحين من التقليعة، وكان غير هكا لا فساد. بصح يخوف واحد يقولها كل حقيقة. بصح كاين نوايو اللي مازال مأمن بهذا البلاد، مازال مأمن بهذا النضال السلمي، وان شاء الله تنجح الثوره النبيله، ما خاطر ما كانش حل واحد اخر غير نجاح الثوره النبيله اللي نسميناها بالحراك السلمي. بارك الله فيك دكتور ميلود مبخوت، الله يبارك فيك اللي كنت معنا. شكرا لك أستاذ جامعي دكتور ميلود مبخوت الذي كان معنا من تلمسان. عبد القادر غازي ناشط حقوقي اللي راه معنا من بشار. سي عبد القادر مرحبا بك، شكرا لقبول الدعوة، أهلا بك سي عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيا الله أخي ناصر وضيوفك الكرام، وحيا الله كل الشعب الجزائري في الداخل وفي الخارج، وخاصة الأحرار والحرائر الصامتون الثابتون الذين هم على العهد باقون. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك سي عبد القادر. سي عبد القادر، يعني في اليوم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، يعني السلطات تحتفل بهذا اليوم وتعطي له قيمة وتقول في حرية التعبير، كيف ترى أنت يعني هذا اليوم المناسب يعني اليوم الوطني للصحافة؟ هل هناك صحافة حرة عندنا في الجزائر؟ علما يعني الشيء اللي صرى في منذ بداية الحراك، العشرات من الصحفيين سجنوا ولا اعتقلوا ولا كان فيه تضييق يعني في ضد العمل تاعهم، كيف ترى هذا الأمر سي عبد القادر؟ أخي ناصر، نحن في الجزائر ليس هناك قطاع حر، لا الإعلام ولا جهاز القضاء ولا جهاز الداخلية، كل أجهزة هي مسيرة. الإعلام هو جهاز الحقيقة يخدم الصالح العام ويراعي هموم وقضايا ومشاكل الشعب، وهو في الحقيقة يسمى جنود الخفاء. الإعلام في الجزائر هو مقيد منذ فجر الاستقلال، ولو أن كان هناك جرائد في إبان الاستعمار وكانت تساهم في توعية الشعب الجزائري وبتحسيسه وبتعبئته وبتجنيده، إلا أننا لاحظنا بعد الاستقلال أصبح هذا الجهاز مسير محكوم عليه بالطاعة والولاء للنظام، هذا في وقت الحزب الواحد. جاء القضاء والقدر، وكان 5 أكتوبر 1989 انتفاضة الشعب الجزائري الحر العظيم الشريف، وكان هناك دستور جديد، وكانت بداية التسعينات، كان هناك متنفس لإعلام حر، وكانت حرية الرأي والتعبير تقريبا قد أخذت نسبة إيجابية. الإعلام هو ليس الصحافة والقنوات، الإعلام هو حتى المذيعين، وقد لاحظنا بأن هذا النظام قد وظف إذاعات جهوية تساهم في تضليل الشعب وطمس الحقائق التي يعاني منها الوطن.
وأصبح كل فرد في هذا الإعلام ليس كما قال الأخ ابننا الذي تكلم وقال بأن الصحفي هو أصبح موظف. أنا أقول لا، الصحفي أصبح روبو يتحكم فيه سواء عن قرب أو عن بعد. حرية الرأي والتعبير، واسمح لي أخي ناصر والمشاهدين الكرام بأن أقول كلمة إلى تبون، إن كنت يا تبون قادر على أن تقوم بندوة صحفية أمام صحفيين من الجزائر وصحفيين من الخارج حتى تكون هناك أسئلة متنوعة عميقة معمقة وهناك تكون أجوبة إن كانت لديكم أجوبة. حرية الرأي والتعبير، نحن نلاحظ ما يقارب 300 سجين هم ضحية حرية الرأي والتعبير. سجلنا تسعينات هم ضحية حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر. النظام لا زال يستعمل هذا الجهاز كما يستعمل جهاز القضاء وكما يستعمل كل أجهزة للقمع ولتكميم الأفواه، وأتحداهم أتحداهم وأتحدى الدبلوماسية التي لم ترد على خطاب ماكرون. ماكرون الخبيث الذي لا زال يؤمن بفكرة الجزائر الفرنسية، ذهب إلى واد بشان ليترحم ويضع إكليل من الزهور على أبناء الشعب الجزائري الذي رمت به فرنسا في هذا الواد. هم لهم مكر وخبث في خطاباتهم. ماكرون لما تحدث عن التاريخ الجزائري هو في الأصل ولكن سي عبد القادر أليس بشيء سي عبد القادر معليش خليني برك نعقب يعني أنت قلت نخليك خليني برك يا سي عبد القادر دوك نرجع لك. ماكرون كي راح يعني ترحم على الشهداء اللي ماتوا الكثير قال هذا شيء جميل، يعني حتى رئيس من فرنسي من قبل ما دارش هذا الشيء. الكلام اللي قالوا على وجود جزائر ما قبل يعني الاستعمار الفرنسي كلام أيضا تهجن له كل الجزائريون والجزائريات وحتى النظام الجزائري، يعني كان رد قوي من حتى من النظام الجزائري. أخي ناصر اسمح لي أتمم الفكرة فقط. تفضل باش من الجزائر فقط. ما نخرجوش بزاف على موضوعنا اليوم سي عبد القادر، تفضل. هذا من حرية الرأي والتعبير. أنني أرفض كجزائري وكابن مجاهد وعائلة ثورية تصريحات ماكرون، يجب أن يكون تصريح رسمي أو قطع العلاقات مع فرنسا وقطع النفط والغاز البترول والغاز. إن كانت هناك جرأة وشجاعة للمسؤولين الجزائريين فرنسا لم ولن تتخلى عن فكرة الجزائر الفرنسية. احنا رانا نشوفوا في الواقع يعني كل النشطاء السياسيين ولا اليوم رانا نهضروا على الصحفيين اللي يكتب يعني كلام ولا ينشر اي كلام في الفيسبوك يدير بوست ضد يعني النظام يلقى روحه يتمرمد في يعني في العداله ولا يلقى روحه في الحبس كما رانا نشوفوا. يعني نتكلموا على محاد قاسمي اللي حكموا عليه 5 سنين، حسن بوراس يعني بلا يعني انت اللي تكلمت عليهم العشرات من المسجونين. يعني اتفضل اخي ناصر. كذلك عامر قرناش
حكم عليه بسبع سنوات. نحن نعيش نفس فترة التسعينات، حتى التسعينات استشهد فيها صحفيين وعذب فيها صحفيين واستشهد فيها مواطنين أساتذة ومغنيين وفنانين ومؤلفين، كلهم كانوا يريدون للجزائر أن تبقى حرة ديمقراطية مبنية على الإرادة الشعبية، دولة المؤسسات. هل هناك سي عبد القادر، هل ترى أن هناك تراجع في حرية التعبير ولا حرية الصحافة؟ الكثير يعني منهم اللي يقول لك باللي كنا في وقت بوتفليقة أحسن، يعني نقول واش بغينا الآن، يعني تقول كلمة تلقى روحك في الحبس، الوقت هذا كانوا يقولوا أهدر يعني حتى تموت، الوقت هذا تهدر تلقى روحك في الحبس. الحمد لله على القناعة وعلى الاقتناع بحب الوطن. نحن نتجاوز العبد ضعيف لربه، أتجاوز الله يبارك، أنني مستعد للشهادة للاستشهاد من أجل الوطن ومن أجل قول كلمة الحق. اللهم ارحم شهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار والأحرار والحرائر الذين هم لا زالوا ولا يزحون على هذه الجزائر. صوت أخي حسن بوراس قالوا لي بأنه يتمشى بالعكاكين. حسن بوراس نعرفه جيدا ونظلنا مع بعض، رجل شريف رجل نبيل، عيب وعار التاريخ يسجل على هذا النظام، هذا النظام الفاشل المستبد الديكتاتوري الذي يقمع الشعب من حريته وكرامته وعيشه فوق وطنه واستغلال ثرواته والمحبة والأخوة والسلم والسلام يجمع الجميع. نعم. يجب على الإخوة الإعلاميين الأحرار أن يؤمنوا بأن الجزائر معتقلة، الجزائر يجب تحريرها، هذه مهمة الجميع من البطال إلى الدكتور إلى الأدمغة في الخارج. وبالمناسبة أحيي جاليتنا في الخارج، كنت قد طالبت بأن تكون هناك وقفات أمام البرلمان الأوروبي. نعم. أو مجلس حقوق الإنسان في جنيف. هنا أزيد وأقول أطالب جاليتنا في الخارج أن يتوجهوا إلى مقر الأمم المتحدة لطرح القضية الجزائرية. الشعب الجزائري يموت، حرائق منطقة القبائل، غياب الأكسجين، الفقر، قطع الماء. نحن هنا في بشار بالأمس الشوارع مغلوقة بالعجلات المطاطية والنيران لأن الشعب يموت بالعطش. شكرا سي. نظام كذاب، نظام منافق تارق، أين هي 1500 مليار؟ شكرا سي عبد القادر غازي، بارك الله فيك، نشكرك عبد القادر غازي ناشط حقوقي الذي كان معنا من بشار. سنفتح الخطوط الآن، حبينا نسمع رأيكم خوتي إخواتنا اللي راكم تتبعوا هذه الحصة، كيف ترون يعني تقيمون مسيرة الصحافة في الجزائر، وهل يمكن أن نقول إنها حرة كما تدعي السلطات وخصصت لها يوما هو اليوم 22 أكتوبر يوم وطني للصحافة؟ وماذا يعني التضييق بل سجن العشرات من الصحفيين منذ انطلاق الحراك السلمي؟ هذه الأسئلة حبينا نسمع الأجوبة من عندكم. نبدأ من وهران، أحمد اللي راه معنا، مرحبا بك سي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وهران
مدينة الشهيد أحمد زبالة. ربي يرحمه إن شاء الله، يوسع عليه ويرحم كل شهداء إن شاء الله. شهداء قرب شنا. آمين يا رب، آمين. بكل إحنا نطلبوا لهم، هما من عند الله تعالى مفرهم الجنة تحم. إحنا اللي هذا الصحافة واحد كيما عبد القادر الغازي بلاصته في النيويورك تايمز، شرح يدير في بشار هذاك بلاصته في النيويورك تايمز، وهذاك تاع تلمسان بلاصته في لوس انجلوس، هذوما ويحكوا على المسيرة. علاه يا خويا احمد فسر لنا هذه الحراك اللي عندنا هنا، وعلاش ماشي في الجزائر وعلاش في لوس انجلوس ولا هو هذوك اللي يهضروا بيحكموا التلفزيون ما يبغوش حتى يقول كيما هذا غازي عبد القادر، كنت حوس عليه وين ساكن، ساكن في اكواخ وقاعد يفهم ويقطع في الدوله، واش بيه هذا هبل. والحراك ولا الحراك راه بيتم الشرم اللي الحراك مات، تجبدونا على الجمعة 140 والجمعة 170 و70 وهذاك تحت المسار هذاك ما يفوتش راس الشهر، هذاك غادي يجيبها في القبة الداخل، هذاك ما تشوف هذاك تحت المسار غير داخل في الحبس خاطر يفهم بزاف. وعليه هو عليه يدوه ما تحتاجش ناس كما هادو، لازم منا الحلول الجزائر، حنا خاصنا الحلول ماشي كريتيك، ونا با بزوان دي جون كي كريتيك لالجيري ماتونون سي با المومون. شكرا احمد خويا، شكرا، هذا رايك ونحترمه. نروحوا للاخضر من باتنا، مرحبا بك خويا الاخضر. السلام عليكم خويا ناصر. عليكم السلام ورحمه الله. نحن الجزائريون مع الجزائر ولسنا ضدها، وليعلم الجميع في من الراي الوطني والدولي بان كل الحريات في الجزائر متوفره، وحقوق ومنها حقوق الرأي والتظاهر في إطار القانون والديمقراطية وليس العكس، فإن حرية الرأي اليوم أصبحت تتمثل في سب الغير والكذب على النظام الحاكم وتغيير المعطيات وترويج لما لا يليق بالديمقراطية، أصبحت هو إنعاس الجزائر وحكامها بما ليس فيهم، فهي تبقى عيوب ملفقة لغير وتعدى العمر ذلك، فأصبح هؤلاء يتغنون ببلدان الغير والاعتزاز بها وإنعاس الوطن بالبذاءة والرداءة إلى غير ذلك. من التهم تهم السفالة في كل مرافق الدولة الجزائرية ورجالها، وهذا الذي لن ولم نراه نحن كمواطنين، وحتى إن كانت هناك أخطاء فلا يجب علينا التعميم، فهناك الكثير من الإيجابيات في البلاد، والنظام الجزائري لن ولم يظلم أحدا أبدا، بل العكس فهو متسامح إلى أعلى حد، وإنما لا يعتقل إلا من هو أتى بفعل يلزم اعتقاله، وكلمتي الانبطاح والاستعطاف فلا وجود له في الجزائر، الشعب الجزائري حر ومستقل في استقلالية تامة كاملة. شكرا الخضر، شكرا شكرا الخضر، شكرا، برك نخلي الاخرين يكون عندهم وقت المداخله كما انت يا دقيقه ونفس. انت رايك راك تقول شيء هذا، ولكن الكثير يرى ان الشيء اللي راك تقوله راه غير صحيح، يعني شفنا الصحفيين يسجنون يعني فقط لارائهم خويا الخضر، ولكن نحترم الاخر تاعك الراي تاعك. نروحوا لمحمد من فرنسا، مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم سي ناصر. عليكم السلام ورحمة الله. على الحراك داخل الوطن وخارج الوطن، لأن الحراك في كل مكان، الحراك يطالب فقط حرية للشعب والحكومة والقيادة، الحرية للجميع، لو نعرف حقوق الإنسان حتى الحاكم والمحكوم مليحة لنا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، حرية التعبير يعني غير كل العالم 2020 لحقنا حرية التعبير كيف نعبر، وحرية السياسة لماذا المعارضة ولماذا السياسة لازم تكون بحرية، وحرية الصحافة في العالم يعني مش إلا الوطن، احنا نريد كيف الشعب يتمتع في الحريات، يتمتع في كل شيء، احنا كذلك نريد حتى حكومتنا حتى دولتنا تكون بالحرية داخل الوطن وخارج الوطن، ونكون إخوة وحدة الوطنية،
كون ما كنوش نقولوا لماذا حتى كان الحراك غير في الشرق وما يكونش في الغرب. نحن في طاقة واحدة، نحن في سفينة واحدة. احنا لا يخص نتكلم الحقيقة ونتكلم كيفاش نعيش بخير، واخواننا كيفاش يموتوا في البحار. لماذا؟ لان ما شفتوش، شفتوا واحد من اوروبي يحرق الى البلدان العربية؟ السؤال المطروح هنا، لماذا تضامن دولي لحقوق الانسان؟ هذا عالميا. شكرا يا محمد، الله يبارك فيك خويا محمد، بارك الله فيك. نروح لبوزيد من الجزائر، مرحبا بك سي بوزيد. بوزيد انقطع الاتصال مع بوزيد، سمحنا بوزيد عاود تواصل معنا. نروح لياسمين من ايطاليا، مرحبا بك ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك اختي. يا خويا نقول لك تحيه رئيسنا سيد عبد المجيد تبون، وتحيه السيد شنقريحه، وحنا رانا مع رئيسنا ومع جيشنا، واللي ما عجبوش الحال اخويا يدبر راسه. ايه محسني، احنا نحبوا جيشنا، علاش كاع النهار وانتوما غير هاو 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 مور الدوله، كل حاجه تحوسوا عليها، ما كاش ما ديروا، طفوا هذه القناه، علاش قاعدين كاع النهار تحوسوا على السبه، الصحافه، البطاطا، الزيت، ليا المروك ما فيهاش هادو صوالح؟ المروك ما عندهاش هادو. يا اختي ياسمين، نهار اللي طيح، نهار اللي العياشه، نهار اللي العياشه يطيحوا هذاك ميمي سته تاعهم، نطيحوا احنا جيشنا ونطيحوا رئيسنا. خاطر هذه القناة عم دعمها مروك، على بالنا احنا، احنا على بالنا الشكايد، سمحتوا؟ كاع النهار انتم تتبوا في الدولة، تتبوا كيما قال لك رئيس، تتبوا وتقدموا في بلادكم، حشموا شوية، حشموا شوية على روحكم، انتم ما عندكمش الوطنية؟ بزاف يا نمر، والله يا نمر منكم، نبغوا رئيسنا تبون، نبغوا جيشنا السيد السيد شنقريحة، اللي ما عجبوش الحال يزيد عليه. خلصتي اختي ياسمين؟ ياسمين؟ ايه انقطع الاتصال مع ياسمين، ولكن خلينا كي تهضري اختي ياسمين يعني باش تشوفي باللي قناة المغاربية قناة الرأي والرأي الآخر، احنا قناة إعلامية، ما رانا نحرضوا اختي ياسمين كما راكي تقولي، الناس لهم يتواصلوا معايا، الناس لهم يتواصلوا معانا في هذه القناة، هم لم يحكوا أحوال الجزائر، واللي حكى على البطاطا والسباغيتي والعدس والبصل وتبون، مش احنا اللي حكينا على البطاطا والبصل. شكرا يا ياسمين، هذا رايي. كلو الناس من باب زوار، باب زوار. نعم لو الناس، مرحبا بك سي لو الناس. السلام عليكم يا سي عبد الناصر، حياك الله. مرحبا بك سي لو الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر، اتركوه وخلوه وخلوه ينبحوا، احنا ما نبحوش. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القوة الضريبة راح يشتغلوها غريبة، دولة مدنية ماشي عسكرية. شو ذاك القوم تقعد معاهم وتقوم يعلموك التقدم وقروك ادكوسي في حدرة لفالي تكني هاد فالي المقالي قد فورتي فونيلي زيدونا في لبري حسبنا الله من الكل. لن نسكت، لن نركع، لن نرضى، والله غير حراك مستمر، احب من احب وكره من كره. احنا من البطاطا شرط لي يدر شبال رجل يخلصوا هذه يدر، وهذو الاجباع تائم بس سيتي هذو ما كاش جمعة اللي تعاون بخير للحراك ولا للشعب الجزائري. ورث كاين، حوزوا على الزكاة وزواج النكاح، نكيحوا مع أربعة، غير تقديروا فواحدة، لا نطلبوا دولة الحق والقانون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والمسيرة تسير، ولن يغر السحاب ونبحى الكلاب. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا للناس. نروحوا لأحمد من البليدة، مرحبا بك خويا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك يا أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. على كل حال يا أخي الكريم، حرية التعبير هي الأساس في الدول، بدون حرية التعبير ما كان شيء صحيح، خاصة حرية الصحافة. فالحقيقة الصحافة هي عين وعقل المواطن، كيف نعرف ما يدور في البلاد بلا حرية الصحافة؟ سواء كانت سمعية أو بصرية أو على وسائل أخرى، البلد اللي تقمع فيه حرية التعبير سلطته فشلة. والفشل دائما يتحجج ولا يريد أن يعترف. لماذا؟ لأن اعترافه بالفشل كما قلت معناه هو غير قادر على تسير شعب، وهذا نقول عليه حكم ديكتاتوري إقصائي.
وأي دولة من يعطيها حرية التعبير حكم محكومة عليها بالكل والتنصول يا أخي الكريم اللي رايحة للغرة. نعم للحرية لا للعبودية، للحرية تبنى الدول وما أدراك الحرية. سلام على بلده وعلى شعبه الحر. السلام عليكم. أحمد؟ انقطع الاتصال مع أحمد. ممكن يعني لا ريزو وين راك خويا أحمد ما راهوش مليح. عبد الرحمن من تلمسان، مرحبا بك خويا عبد الرحمن. عبد الرحمن، عبد الرحمن انقطع الاتصال. إبراهيم من الجزائر، مرحبا بك خويا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، هلا بك سي إبراهيم. خويا ناصر الله انت راكو دايرين من الحراك عن اي صحافه مثل حريه الصحافه. نعم اليوم سي ابراهيم هو اليوم الوطني للصحافه كل 22 يعني اكتوبر في الجزائر يعني في البلاد يعني انت كيفاش راك تشوف هذا؟ اتفضل. والله انا على بالي يقولوا بلي في وقت ممدين كانت كاينه كنا ما نقدروش نهضروا، ما كانتش عندنا الحريه اللي عندنا دركا. فحنا والله في وقت ممدين والله مش والله مرمينا رحنا في البحر. والله ما كانتش الحريه، ما كناش نقدروا نتكلموا، بصح والله مرمينا رحنا في البحر. راك فاهمني؟ اليوم كاينه حريه الصحافه، واليوم انا نتكلموا والصحافه تتكلم والمغاربيه تتكلم والدنيا تتكلم والناس يترمي روحها في البحر. انا ما فهمت حاجه دوك واش هي العلاقه بين الناس اللي يترمي روحها في البحر وحريه الصحافه؟ احنا المشكل تاعنا ماهوش في حريه الصحافه. احنا الان كاين ناس يخدموا يعني نظام خاص، هما ابواق نظام يتكلموا واش يحب يقول النظام، ماشي هذه ما تسماش صحافه. الصحافة في المغاربية رانا نتكلموا، كاين حوارات كاين بين رجال سياسة، كاين كذا، هذا هو المستوى يعني نتاع اكو. شفتوا الصحفيين اللي يتكلموا مع تبون؟ يعني انا ما نلومش تبون، انا راي تبون كان يتكلم بصح الصحافة اللي كانت تكلم معاه كما كانت محصورة، كانت عندها شغل داروا لها نمط كيفاش تتكلم. يعني دوك تقولي انت يا هذا السيد اللي كان يهضر مطاوي ولا دار دوك هذا صحفي، ما هو صحفي خاطئ، صحفي هذا يخدم خدام عند النظام، يخدم عند نظام يقولوا له واش يقول. هذه ماهي الصحافه. باسكو كان الناس بكري حنا يقولوا لنا بومدين ما تقدروش تكلموا مع صح، ما كناش نقدر مر الله مرمينا رحنا في البحر. شكرا ابراهيم، شكرا بارك الله فيك ابراهيم. نروحوا لحميد من اسبانيا، مرحبا بك خويا حميد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا خويا بغيت نقدم رايي يعني بحال اش نقول لك، ما كاش بلاد العربيه اللي راهي هانيه، ما كاش بلاد عربيه هانيه كاع فيها مشاكل. والحمد لله كما قلت الجزائر راهي مقرره والحمد لله شويه يسول الوضعيه تاع البلاد هذوك. والسلام عليكم. كما يقول لك المغرب كاع فيه المشاكل وكل شيء غالي عندهم وكل شيء. واش نقول لك عندها الحق كما اللي كانت عند الاخت ايطاليا هذيك عندها كل شيء كانت تقول. هذا واش الراي بارك الله فيك. شكرا حميد. حميد من اسبانيا ما سمعتكش مليح والله ما فهمت يعني الصوت كان المكالمه يعني الصوت كان رديء. اسماعيل من نروحوا لجمال من الجزائر. جمال مرحبا بك. مرحبا بك خويا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. حيا الله الاحرار والسجناء تاع التسعينات. انا نقول هذاك حمد وهذيك المراه والخضار يا سي حمد تاع وهرن، هذاك خوك تاع بشار هذاك اللي راك تقول في الكوخ، هذاك اشرف انسان. والجزائر هذه اللي راك تتكلم عليها والناس اللي كنت تقولهم يهربوا للبحر، دير في بالك باللي الجزائر اليوم راهي غربال، راهي مخليه في الجزائر غير الرجاله. ودير في بالكم هذو الخوانه وابو صبع والمنبطحين واللي حب تبوا الله يحشروا معاه، والله العظيم غير واقفين لكم بالمرصاد. واقسم بالله غير تخرجوا من الجزائر منزلين وجوهكم في الارض. واللي لازم يدخل الحبس لازم يدخل الحبس، واللي لازم يشنق يشنق، واللي لازم يخلص الدين اللي داروا في التسعينات يخلص الدين. انتم ما تحشموش الجزائر هذه تاعنا كاع وتاع جدودنا، والله ما انا خارجين والله ما نديروا لاشين على البطاطا،
والله ما نديروا لاصان على الحليب، والله ما نديروا لاصان على الزيت، والله ما نهربوا في بوطي، والله غير نقعدوا لكم هنا، والله ما على بالنا بكم، ني نتوما ني تبون تاعكم ني شنقريحه تاعكم. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. جمال اللي كان معنا مصطفى من غليزان، مرحبا بك سي مصطفى. مصطفى راه معنا مصطفى من غليزان. واخو يعني معك خويا. مرحبا بك خويا مصطفى، راك على المباشر، تفضل اخي. خويا يرحم الوالدي خويا، الا بغيت ربي ما تقطعنيش، يرحم الوالدي. والدينا والديك ما نقطعوكش سي مصطفى، يعني يعطينا برك. ما تقطعش وما تقولش باللي هذا من اصحاب نتاع النظام ونتاع الاخرين. لا معليش معليش، اعطي يا سي مصطفى، اعطي رايك بكل احترام، حتى لو دافعت عن النظام مرحبا بك ولكن باحترام. ما تفضل. انا ما ندافعش عن النظام يا اخي، والله ما ندافعنا، نعرف فيه مفسدين ونعرف فيه. بصح يا اخي علاش هذا الحمل الشرسه؟ هذو خوانا، هذو اعداء الجزائر. لا الجزائر داير لها كاع. شكون يا سي مصطفى، يا سي مصطفى معليش، خلينا اشكون هذا لو يدير الحمله الشرسه هذا؟ اشكون هذا الخوان؟ اعداء من برا، راه من فما إيه؟ من فما اعداء الجزائر، وحتى من انا نتاوعكم ما يعايروا في الجزائر، وجزائر اكبر والله العظيم، قسما بالله العلي العظيم، ومش ستر الجزائر من بعد ان شاء الله بقوتها بجيشها. بلا لو كان جا الشهاد وهذا الخوان اللي يقول لك، لو كان جاك مخاوف ربي. يا سي مصطفى، يا سي مصطفى، وعلاش يا اخي قلت لي نقول كلام ندافع ومن علاش راك تقول خوانه؟ هذا الناس راهم يشوفوا الواقع مخالف تماما كيفاش راك تشوفه انت يا سي مصطفى. عندك الحق، عندك الحق يا سي مصطفى، اسمعني معليش خليك دوك، عندك الحق يا سي مصطفى، عندك الحق تقول واش راك تقول، على اساس تزاير راهي بخير، تزاير الحمد لله ما خصها والو، هذا حقك وهذا الراي تاعك نحترمه، ولكن ايضا انت احترم الناس اللي راهم ينتقدوا الواقع. انا نحترمهم. اي تفضل، علاش راك تقول خوانا يا سي مصطفى وعلاش؟ لا لاني انا اللي بعد الخوانا من برا، كاين الناس اللي اعداء الجزائر يا اخي، فهمني خبر فيك بالعادي. هذا البطاطا شكون يا اخي؟ البطاطا شكون اللي داير لها هكا؟ شكون بالميزان عندنا في بلادنا البطاطا وهذا الصوره الشعب تبون ورا دارك، النظام راه دايرها، والله الا الشعب، نقسم لك بالله الا الشعب هو اللي يخزن في البطاطا ولعلينا حنايا، كل شيء راه موفر هنا الحمد لله يا ربي. الحمد لله، بارك الله فيك مصطفى، هذا رايك. نروحوا لخوله، خوله من بليده، مرحبا بك خوله. مرحبا بك، مساء الخير، واش راكم؟ لاباس؟ الحمد لله، مساء النور، مرحبا بك اختي. الحمد لله، يعيشك يسلمك، حبيت نمد رايي انايا. تفضلي يعني اختي، تفضلي. البلاد هذه، علاش البلاد هذه راكم تمختلوا فيها؟ علاش؟ قلت بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضمنوا بي كرامه. كيفاش أنا بلادي شوف نسف التراب تاع بلادي، ناكلوا وما نروحش نحرق، يحرقوا ب80 مليون. تجي هذه في العقل هذه؟ انتوا ماكم طايحين على الجزائر، رانا لاباس علينا. شكون اللي قال لك ما كاش الحليب؟ شكون اللي قال لك ما كاش البطاطا؟ شكون اللي قال لك ما كاش الزيت؟ على بالك راكم درتونا رانا عايشين في القرون الوسطى، راكم غالطين يا ناس. تراك تما راك ضارب ابارتمون بيك بدوبل كانو بسي جمال كامل، شحال راكم تخلصوا وراكم تضلوا علينا مسلطين الاضواء؟ رانا هذه ماشي بلادكم، عبك دخلتوا لنا الشك ولا كي راكم دايرين لا ناسيوناليتي؟ عيب على بالك، عيب عيب. قارنونا بالدول الاخرى، احنا خير احسن بلد، نعتز ببلادي. رانا عايشين لاباس علينا، ارواح تشوف. نقول لك سبحان الله، على بالك نعجزوا ما نقدروش نعبروا، واش هذاك الكذب اللي يكذبوا؟ انا جاب لي ربي قوميه، هذوك القومي راكم خالصين باش تهدموا الجزائر، راكم خالصين. كيف ما كاش حريه التعبير؟ كيف ما كاش كاينه على بالك؟ الا قال لك مفسده مطلقه، كاش واحد ما يقدرش يهضر، يحبوا يبزنسوا، يحبوا يجتمعوا، ما كاش حاجه تردعهم. يا اختي معليش، اختي معليش، انا نقول لك اختي، ما نقولكش قومي كما قلتي انت، يعني احنا معليش معليش يا اختي خوله، يا اختي معليش، يا اختي شعبان وربان، يا اختي
ما يا اختي معليش سامحيني خليت لك يا اخي خليتك تكلمي يا خوله يا خوله القبائل والقبائل مزوجين بالعرب خليتك تتكلمي خليني برك نقول لك خلي نقول لك كلمه خلي نقول لك كلمه يا خوله يا اخي خليتك تكلمي واعطينا لك حريه التعبير في هذه القناة اللي راكي تسبيها وراكي تخونيها وراكي تقولي احنا قومية انا برك نقول لك يا خولة رانا نقول لك برك اتصلي باي قناة اللي راهي في البلاد وقولي لهم حبيت نعبر انتيا تعبري على الرأي تاعك كما راكي تعبري بكل حرية في قناة المغاربية بارك الله فيك نشكرك سعيد سعيد من الجزائر مرحبا بك خويا سعيد سعيد راه معنا الجزائر الحر إذا نعم خويا نصر حياكم الله وحيا الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن إن الرياح لا تأخذ من الصخرة إلا الغبار إرادة الشعب الجزائري الحر هذا الشعب الجزائري الذي أراد أن يعيش حرا في بلده حرا مستقلا كما أرادها شهدان الأبرار عليهم رحمة الله جميعا والله نستغرب من بعض التدخلات من هذا الناس يعلمون الحق ولكن لهم ناكرون يقولك الجزائر بخير قولوا لي بالله عليكم كيفاش الجزائر بخير الناس اللي ظلموهم في التسعينات راهم في 35 سنة في سجون هذا النظام القابعون محقورين مظلومين علاش ما تتكلموش وما تدخلوش تنقوا صراحة هذا الناس اللي راهم مظلومين وأولادهم كبروا وأصبحوا شياب وأباؤهم في السجون أنا أتكلم عن الناس هذو يتصلوا بالمغاربية قولوا كلمة حق حسبوا هذا الناس اللي راهم في السجون وأولادهم ونسائهم مغبونين علاش ما تكلموش عاد على هذا الناس علاش ما تكلموش على النساء المسجونات بغير حق كأختي فاتحة من قلمة وما أشباههم على الأقل تكلموا الحق وقولوا في هذا الناس باش يطلقوا صراعهم إذا أردتم أن تبنى هذه الجزائر دولة قوية شكرا سعيد شكرا بارك الله فيك نروح لهشام من الجزائر مرحبا بك خويا هشام السلام عليكم جمعة مبارك الجميع عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك خويا هشام الله يعيشك خويا حبيت نتحدث فيما يخص حرية الصحافة أعتقد بأنه الصحافة الجزائرية يعني كاين بعض التطور يعني كاين بعض الانفتاح رانا نشوفه فيه وكاين تطور أكيد فيه إيجابيات فيه سلبيات فيه بعض القيود أنا أعتقد بأنه أي دولة في العالم لا تترك المجال لأي صحيفة أو مؤسسة اتصالية يعني هناك بعض القيود تفرضها يعني أنت كصحفي تعرف أنه كان الخط الافتتاحي أو السياسة التحريرية لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الاتصال لابد لا تتجاوز هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها يعني أي يعني ما كاش دولة في العالم تترك الحرية للصحافة يعني كاين بعض الخطوط لا يمكن تجاوزها وان شاء الله ربي يجيب الخير للبلاد والعباد ان شاء الله وربي يحفظ كاع الجزائريين السلام عليكم عليكم السلام بارك الله فيك خويا هشام نروحوا لجمال نبقى في الجزائر مرحبا بك خويا جمال انقطع الاتصال من جمال سمحنا نروحوا لعبد البهية من تيزي وزو نروحوا البهية مرحبا بك اختي بهية السلام عليكم خويا ناصر عليكم السلام ورحمة الله صلاة جمعة مباركة آمين أجمعين شوف خويا ناصر عندي شحال ما اتصلت بالمغاربية من يوم تقلقت بزاف من الناس اللي راهي تكذب بزاف علينا والحقيقة وراهم بينهم وبين مولاهم خويا ناصر واش من البطاطا اللي كاين بعشر آلاف واش من الزيت اللي كاين الزاير من تيزي وزونا نبعت لهم مالية ريتلة تاع الزيت وعلاش الكذب هذا علاش التلوفيق واش من الجزائر الجديدة خلاص الجزائر والله انا راني بخدمتي الحمد لله وراني بيتي الحمد لله بصح لو كان صيب تريق لو كان نروح على الظلم واش من صحافه حره واش من حره تكتب منشور برك في الفيسبوك يدوك للحبس خويا ناصر وين رانا رايحين وين رانا رايحين واش الكذب ما تخبيش الحقيقه
قولوا الصح، ماناش نكذبوا، ما راناش نكذبوا، ربي راه شاهد، رانا الناس تسوفري. لو كان تشوف انا يا اختي بهيه، ما نقدرش نقول لك الاخ واش نخدم. نعم اختي بهيه سامحيني دوك نعطيك نزيد لك شويه الوقت، سامحيني. الناس هذو لو يعيطونا ويلومونا راهم يقولونا باللي احنا رانا نسودوا صوره الجزائر. واش منها راهي حقيقه، ما راناش نكذبوا، ربي راه شاهد علينا. وين هو الجزائر؟ كنا عوام انا جي جامي pensé à partir de mon pays. J'adore mon pays. Mais là, je suis très bien. Je travaille. J'ai tout ce qu'il faut. Alhamdoulilah. Mon sahlou quand c'est petit, comme un chlis, je voulais dire le bled. Al-Zon. Al-Zon. Marani, je crois qu'il y a le batata, il y a le boule, mais qu'est-ce que je... Là, sur le wichklina. Wichklina, ya... C'est trop. Là, on a un chmou à la karama ta'na. Ma n'est-ce karama, fait le bled. Ma t'qadr tahtal. Ma t'qadr tchouf la haqiqa, ou tahtal aliyah. Ne m'a habsiya, m'diha. ما علاش يكذبوا الناس هادو؟ علاه علاش من بيت عليا تقول انا ملاح؟ ما راناش ملاح، انت راكي في الطانيه لاباس عليك. اتصلي بقنوات العار، هضري مع قنوات العار، ما تهضريش في المغربيه. المغربيه الاحرار، الاحرار هما اللي يهضروا للناس اللي تقول الحقيقه، الناس اللي تشهد على الصح، ما تشهدش على الظلم. علينا خويا ناصر، علينا، لا اله الا محمد رسول الله. راني نقول لك عندي 58 سنه خويا ناصر، الله يبارك. راني نخدم، ما نقدرش نقول لك واشنو الناس يكونوا عقلوني. الحمد لله ملتي تسعه وديوري وبكراسي، الحمد لله. بصح لو كان صيب طريق خويا ناصر انا روح ما نروحش في البوطي باسكو هذا سين سويسي. سامحيني اختي بهيه، يعني ممكن سؤال ما نحبش نطرح هذا السؤال، ممكن شخصي، هل انت يعني عندك اولاد، عندك يعني عائله الان؟ عندي عائله متزوجه، عندي بنت 15 سنه الحمد لله. الله يبارك. تقرا في البريفي الحمد لله. يعني راكي تخمي الان باش تروحي بكل عائله؟ راني نخمم باش نحل عائله ونخمم، ماشي برك على روحي، نخمم على كاع عائلتي. علاه؟ نحبهم كي سوا ايبانوي، كي فيف دون لا ديليتي، دون ان بيي دو دغوا. يروحوا يهضروا في قنوات العار، ما يهضروش في المغاربيه. انا خويا ناصر ناخذ من وقتك، اسمح لي، انا عمري ما هضرت معاك، درت خطره برك معاه. مرحبا بك اختي بهيه، مرحبا بك. اسمعني خويا ناصر، جو سوي دو تيزي، جو سوي في دار جابي تيزي، وراني نخدم في تيزي الحمد لله. بصح ما خلاوناش نعيشوا كيما نحبوا، ما حبوناش. Ils ne veulent pas qu'on s'épanouisse, qu'on soit dans un pays de droit, dans un pays où... أنا نموت على بلادي، أنا 58 سنة يقراو معايا كاع راحوا، مي ما جي جامي بونسي أبارتيغ، جامي بونسي أبارتيغ، مي لا، سي سوني ترو، سي بوكو خويا ناصر، وخلي، ما يزيدوش يتصلوا بالمغاربية خويا ناصر، اللي يهضر مع كاكا جو سوي با داكور، ما نحبش نهضر. ما نحبش نهضر ميلا، والله جو فين تاكي كاردياك كوز الكذب. لا حذري صحتك اختي باهية، الله يبارك فيك، حذري صحتك. هذا الناس يعني الحاجة اللي تجرح أن الإنسان يقول لك أنت قومي. وعلاش نقومي؟ علاه؟ أنا نموت على بلادي، أنا مالي داروا ما جهدوش. أنا عمومي 17، بابا الله يرحمه ولدو القصبة 17 سنة كان فدائي، يدو سلاح في القفص عمومي، ولا واحد. بصح خدموا البلاد، خدموا باش نعيشوا حنا بالولادهم. مي دوك ولادنا واش نديرو بهم خويا ناصر؟ ولادنا كيفاش نديرو لهم خويا ناصر؟ وين راح ندو ولادنا؟ كاع ندوهم في البوطي خويا ناصر. الو راني راك تسمع فيا خويا ناصر؟ راني نسمع فيك. تأثرت اختي بهيه، والله تأثرت كثير. الناس اللي تكذب ما تهضرش. تأثرت لأن المرأة هذه قالت احنا قومية، النص تاع العائلة تاعنا. وما نحبش نجرح وما نعرفهاش، مي ما عندهاش الحق باش تنسولتي الناس الشرفاء. النص تاع العائله، نعصت النص تاع العائله تاعي، شهداء لهذا البلاد، شهداء. نقول لك بابا الله يرحمه وعمامي، راني نقول لك تي سيتو من القصبه يدو السلاح في القفص خويا ناصر. انا تبنت الاستقلال جو سوي نون 64، مي لا سي تيغيب، سي دي جون كي مونت، سي دي جون لي مردونا خويا ناصر، مردونا. لا اله الا الله محمد رسول الله. يروحوا يتصلوا قنوات العار خويا ناصر. شكرا بهيه، شكرا. يسمحونا برك الاخوه، تفاعلنا شويه، عمرنا يعني سبونا الناس هكذا يقولوا قوميه انتوما، والحقيقه ان يعني معظم الناس اللي يخدموا في هذه القناه نعرفهم، يعني نعرف الحياه تاعهم. معظم الناس عندهم شهداء، يعني الاباء تاعهم الاجداد تاعهم ضحوا على هذا البلاد.
عبد القادر من قسنطينة. عليكم. تحياتي إلى كل الأحرار في كل ربوع الوطن وخارج الوطن. تحية إلى طاقم المغاربية وإخواننا الجارية في أرض الشتات. تحياتي. لما جبتم القناة المغاربية يروح قنوات زيب وقنوات العار والاستحمار ثم ويعيطوا ويمدوا رايهم. هذه قناة الشرفاء، قناة الأحرار. الله منا حارسين العزيمة والإصرار إلى مواصلة النضال حتى تحرير الوطن من بقايا الاستعمار، حب من حب وكره من كره. احنا أحرار ما نوصلوش احنا بان عايروكم ولا نقول لك كي قومية ولا كذا ولا منه. روحوا القنوات زيقوا وعلقوا وديروا حرية التعبير تاعكم تما في قناة توفا بيان. ديما راهي مليحة، ديما راهي انتيك كي تفرج فيها شغل راك عايش في لاسويس. كي تخرج تلقى روحك مكبر على شكارة حليب بوبين وزيت وكيلو بطاطا. نعاذ الله الكذاب. كذبوا علينا وحنا عيين. توفا بيان توفا بيان، ما توفا بيان ما والو. الدنيا رداءة في رداءة. والله ما انا حابسين. شكرا. والله ما نكفروا على الزيت وما نكفروا على الطماطم وما نكفروا على السميد وما نكفروا على الخبز وما نكفروا كذا. احنا هنا نبقاو هنا وما نحرقوا ما والو، نبقاو هنا ونناضلوا باذن الله. شكرا عبد القادر. شكرا، بارك الله فيك عبد القادر، الله يبارك فيك. نشكر كل الاخوه والاخوات التي تواصلوا معنا. اسمحوا لنا كان فيه يعني بعض الكلام ما يعني من غير الممكن ان نتقبلوا شيء اللي يشتم يعني الصحفيين تاع القناة المغاربية. رانا هنا نأدوا في عمل ونعطوا الكلمة لكل الجزائريين مهما كانت يعني الآراء تاعهم السياسية. والحمد لله القناة برزت في هذا الأمر وأعطت الصوت لكل جزائري. بارك الله فيكم. شكرا على المتابعة. التغطية مازال مستمرة على قناة المغاربية. السلام عليكم وإلى اللقاء.